كابتن طارق، الو كابتن طارق اهلا بيك، حبيبي مهيب، هارد لك يا كابتن النهارده. الحمد لله والشكر لله. الاول منور، وتحياتي الله طبعا يخليك، للكباتن هادي وايمن وسيد، تحياتي ليهم منورين الشاشه. نورك يا كابتن. توفيق ان شاء يعني الله. النهارده المباراه كانت صعبه جدا، وكان فيها اعتراضات كتيره، وكان فيها يعني هدف غريب جدا من اغرب الاهداف اللي شفتها في الدوري الفتره الاخيره. يعني ايه اعتراضك النهارده، والامور مشيت ازاي وهتمشي ازاي؟ والله بص، هو يعني انا مش عارف، اكيد طبعا الكباتن اللي اتفرجوا على المباراه او حتى الهدف، هو زي ما انت بتقول كده مهيب، هو هدف غريب جدا انا ما شفتوش في حياتي. ولكن هو الهدف في الاول خطا، هو بدايته خطا، فاول، وده باعتراف كل بدايته الحكام، فاول، بدايته فاول، بدايته فاول، وفاول واضح وصريح. والغريب بالنسبه لي ان الفار مش شغال من اول المباراه، ودي مش اول مره مع البنك الاهلي. بكل امانه البنك الاهلي من الفرق اللي انا اشوف ان هي بصراحه مظلومه من اول ما انا مسكت. ما اعرفش قبل كده ايه اللي حصل، ولكن مش بس من ناحيه لجنه التحكيم ولا الحكام، لا ده كمان من الدور الاول تلعب كل مباراتك، معظم مباراتك خارج ملعبك، حاجه غريبه جدا بالنسبه لي جدا، انك تلعب سموحه بره وتلعب فاركو بره وتلعب الاتحاد السكندري بره وتلعب الاسماعيلي بره، وكل المباريات اللي انت في الدور الاولاني اللي هو لسه مخلصي ما لعبتش ماتشين على ملعبي، ماتش زد والماتش التاني اللي انا كان المفروض الاستاد بيتعمل له صيانه لعبت سيراميكا. والجون نفس الشيء. بس فانا بصراحه مهيب، البنك الاهلي مظلوم، وطبعا اداره البنك الاهلي ناس محترمه وناس يمكن طلعوا بيان قبل كده. ولكن اللي انا قلته واللي عايز اقوله، مين اللي بيحاسب الحكام؟ هي الحكام لما بتغلط هي بتتوقف؟ ايوه، امال في فار ليه؟ يعني احنا الفار ده معمول ليه؟ لما يكون كان عطلان النهارده، طب عطلان. يبقى خلاص، يبقى الماتش اتاجل. ما يأجلش. لا، ما هو بيقول لك في القانون ما يتاجلش. هم اللي انا عرفته، يعني اللي انا سالته يعني بجد ما لعبش، هو جاب الجهاز الفني هنا وجهاز الفني واعلمكم ان الفار متعطل. ما انا عايز اقول لك حاجه بقى مهيب، هو اللي بيحكم الحكم ولا الفار؟ مين اللي بيحكم؟ لان لو الفار متعطل او في مشكله في الفار، طب انت كحكم، انت كحكم معلش الخطا واضح وباين وصريح. يعني لو واحد مثلا لسه مبتدئ اقول لك مثلا ماشي، انما معلش يعني واضح وصريح الرايه، الحكم الرابع هو الحكم نفسه واضح للجميع. وبعدين انا بكلمه بقول له طيب معلش، مش في اخراج تلفزيوني وفي انت ممكن تعرف من خلال الحكم الرابع او من خلال الفار اللي موجود اصلا. انت عارف انت عارف بقى، اديك حاجه حصريه بقى. انت عارف الفار ايه اللي كان فيه؟ كابل الاتش دي كان ضارب، مفيش باك اب. طيب هو معلش معلش يا مهيب، معلش انا بس سؤال، كابل هو الكابل الاتش دي ده ما بيضربش ليه في مباريات النادي الاهلي ومباريات نادي الزمالك؟ لا دي معرفش. انت تخبط ليه ده؟ ما انت ماشي كويس، ما تخليك زي ما انت ماشي. بص بص، شفت كابتن سيد بيرد عليك اهو. اللي دخل الاهلي دلوقتي انا مش فاهم. انا ما قلتش الاهلي بس يا سيد، هو قال الاهلي والزمالك، قال الاهلي والزمالك، انت سمعت الاهلي بس. يعني انت انا قلت الاهلي والزمالك بس. انا عايز اقول لك حاجه سيد، اصل هي حصلت معايا في مباراه الجونه، في الجونه يعني 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 البنك الاهلي تحديدا، انا بشوف ان بصراحه لا يعني في علامه استفهام، ليه البنك الاهلي بالذات اللي بتحصل له المشاكل دي؟ انا في مباراه النادي المصري في الرابطه، ودي برضو من النقط الغريبه مهيب، انا مش عارف الكباتن يتفقوا معايا ولا لا، كاس الرابطه انا لعبت الثلاث مباريات بره ملعب. طب المصري اوريدي طبيعي جدا ان انت كل الفرق بتلعب المصري في برج العرب، انما تلعب الجونه في الجونه وتلعب المقاولين في المقاولين، وكل الفرق كل الفرق لعبت في ملعبها مباراه، فانت ما لعبتش. طب تعالى بقى بص على مباراه النادي المصري، الحكم حسب ضرب الجزاء، وضرب الجزاء رسمي ما فيهاش اي كلام، جه حكم الفار صحيح. قال لك لا مش ضرب الجزاء، راح جاب الخطوط. طب انت طب وكل الناس اتكلمت عليها وقالت لك لا ضرب الجزاء، الخطوط دي غير سليمه. طب انت تيجي بعدها يعني الحكم تكافئه وتلعبه مباراه سموحه والاتحاد السكندري بعديها بثلاث ايام، طب ايه ده؟ طب فين فين هنا العدل، وفين هنا انت بتغلط بتاخد حقك انا عشان كده انا بقول لك، انا بالنسبه لي بصراحه
انا شايف ان في علامات استفهام كتيره جدا بالنسبه لنادي البنك الاهلي، تحديدا نادي البنك الاهلي. والله احنا بنتمنى التوفيق لكل الانديه والله يا كابتن طارق، وانت عامل شغل رائع، واعتقد ان شاء الله ربنا كريم دايما. يعني هقول ايه، هقول ايه على التحكيم الحمد لله. الحمد لله في تطور في الاداء، والفرقه بتوصل، والحمد لله الشكل الفرقه اتغير مختلف تماما، معنا نقاط الحمد لله تمام. ولكن اللي انا عايز اقوله يا مهيب، معلش يعني برضو انت دلوقتي احنا عندنا مدرب وطني، وكلنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان حسام حسن وابراهيم والجهاز الفني يكمل بشكل كويس قوي، لان انا عارف ان مصر لازم تتحط في مكانه ثانيه، في حته ثانيه، احنا مش اقل من المغرب، وانا كنت راجل موجود. ولكن المغرب في حاجه اسمها العدل، العدل في كره القدم، العدل في الرياضه، العدل بيمشي على الجميع يا جماعه. اللوائح والقرارات وكل الكلام ده، انا بصراحه مش شايف في مبدا تكافؤ الفرص بصراحه، بامانه الله بصراحه. يعني مثلا انا بلعب فاركو النهارده على ملعبه، وسيد وهادي وايمن موجودين، لعيبه كبار ومنتخب وما شاء الله عليهم. انا بينفع العب انا فاركو على ملعبي، وهو فاركو على ملعبه، فحرس الملعب حرس الحدود، مع احترام الملعب حرس الحدود، وهو اصلا معظم المباريات اللي لعبها من اول الدوري لعبها في برج العرب. طب انت بتغير ليه؟ طب اشمعنى الماتش ده ولا الماتش اللي قبليه؟ انت لعبت ماتش الجيش والماتش ده. طب انت بتغير ليه الملعب؟ يعني في حد بيغير الملعب في اثناء الموسم؟ انت بتحط وسيد عارف طبعا. ايوه بس كل نادي ليه ملعبين بيحطهم في اول السنه، يعني كل نادي بيحط ملعب وملعب بديل. حلو. وما انت ما مش في شروط للبطوله، هي البطوله دي ماشيه كده بركاوي سداح مدح. البطوله بيبقى فيه الانديه بتجتمع مع لجنه المسابقات او مع الرابطه، وبيدوها شروط المسابقه، المسابقه دي بيبقى ليها قواعد وليها بنود وليها صح. شروط بنتعامل معاها، الموضوع مش ماشي كده. ما انت عندك سيد اهو، ما انت بتحط الملعب رقم واحد، الملعب ده اللي لما بيحصل لك انت عندك مشكله في الملعب نفسه، انت عندك مشاكل في الملعب اوريدي، فبالتالي بتروح للملعب رقم 2، انما تروح للملعب رقم 2 وانت اصلا ما عندكش مشاكل في الملعب رقم 1. ايوه من حقه يا كابتن طارق في الجزئيه دي، هو عنده ملعبين، العب الملعب اللي انا عايزه، انت فاهمنا يا كابتن طارق؟ مش هي دي الجزئيه، يعني انت ممكن تتكلم في جزئيه ثانيه، لكن دي من حقه، هو عنده ملعب يلعب عليه، الملعب الثاني يلعب عليه وحر. لا 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 مهيب، انا بسال الناس اللي عندك، مفيش كده، مفيش ان انت تختار الملعب اللي انت عايزه هنا مره وهنا مره، لا انا ما يعني ما شفتهاش بصراحه دي، ما شفتهاش. على العموم ان شاء الله يعني والدوري المغربي والدوري السعودي انا بصراحه ما شفتهاش. ان شاء الله كل التوفيق للبنك الاهلي، انت بتقدم عروض قويه ومعاك لعيبه كبار، وقادر ان انت تطلع من الفجوه والعنق الزجاجه اللي بيتعرض ليها البنك الاهلي، وانا شايف النقاط بتتحرك غير بدايه الموسم يا كابتن طارق، وانت مدير فني كبير، والقادم يكون افضل ان شاء الله باذن الله. يا مورينو. ايمن عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والشكر لله. معلش ارد لك، لكن يعني انا بتفرج على كل الماتشات الحقيقه، يعني لا الاداء بيتطور جدا، وانتم ممكن تكونوا شايلين شيله مش بتاعتكم، لكن متهيألي كان بابا فاسيليو لعب 6 ماتشات بزيرو بنات صح؟ 5 مباريات. هو استلم، هو استلم الفرقه ما عندوش ولا بونت، خلي بالك ولا بونت، فهو يعني لكن الفرقه جابت 12 بونت اعتقد دلوقتي صح؟ 13 بونت؟ 12 بونت. والاداء بيتطور جدا، يعني اتفرج على اخر 3 ماتشات ليهم. تزعلش، كمل يا كابتن طارق، كمل كمل. لا مش زعلان والله، كمل بس كمل. انا عايز بس مش بتكلم علي انا والله، على كل الفرق. انا مش عايز يبقى انا يعني عايز، انا بتكلم على الكره المصريه والله العظيم، عندنا من كل الامكانيات ان احنا نروح في حته ثانيه، بس يبقى في عدل، يبقى في عدل بس عند الجميع بس. وصدقني والله يا مهيب، انا شفت الحكام بتوعنا بصراحه بامانه الله، لما طلعوا وحكموا بره واشتغلوا بره كانوا متالقين في المغرب. ده معلش، ده معظم الحكام اللي جت المغرب عاملين مباريات ولا اروع، الناس بتشيد بيها هناك. فليه تمام. انت هنا ليه انت هنا بلاقي حاجه مختلفه خالص؟ ليه مش ان شاء الله مش قادر افهمها. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن طارق، والتوفيق للبنك ده. طيب معانا كابتن ايمن الرمادي، بنقول له مبروك النهارده، مدير فني ما شاء الله، يعني حاجه محترمه جدا وماشي بخطى ثابته. كابتن ايمن اهلا بيك ومبروك. اهلا.